أسعد الله أوقاتكم متابعين الكرام، أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم. طبعا اليوم حلقتنا عن انتقال زحل لبرج الحوت اللي راح ينتقل من يوم الثلاثاء اللي هو 7/3 وراح يظل في برج الحوت لغاية يوم 14/2/2026 لينتقل نهائياً لبرج الحمل. طبعا هو في له انتقال آخر اللي هو يوم 25/5/2025 بده ينتقل للحمل، ولكن راح يتراجع ويرجع للحوت مرة أخرى، وبعدين خروجه النهائي راح يكون في 14/2/2026. بالنسبة لكوكب زحل، هو كل سنة بصير له تراجع، ما رح نحكي عن التراجع الآن ونبلفشكم بتواريخ وأرقام وإلى ما لا نهاية. في تاريخ التراجع رح نحكي عن تراجعه، أو الآن هو مجرد ما أنا ببلش أذكر في الحلقات إنه كوكب زحل بحط تاريخ، التاريخ هذا هو بكون بداية الحركة القادمة لأي كوكب، إما كانت تراجع أو انتقال. طيب زحل، إيش هو زحل؟ زحل كثير من اللغط صار عليه، وكثير من المعلومات اللي كانت مبهمة اللي إلها علاقة بزحل. زحل معروف أنه هو كوكب سمي بعلم الفلك أو بعلم الفلك التنجيمي، هو كوكب النحس الأكبر. بعض المتحضرين من علماء الفلك سموه المعلم الصارم، ماشي. هو كوكب بالكتب ما مكتوب انه بارد يابس ترابي، مذكر نهاري، بيته هو الجدي والدلو. سابقا كان للدلو، ولكن لما اكتشف اورانوس صار هو ما له تأثير الا على برج الجدي اللي هو بيته. شرفه في برج الميزان، وباله في برج السرطان والأسد، وهبطه بالحمل. طبعا أنا هذا كله الحكي اللي أنا ذكرته يعني ما بأخذش فيه كثير، لأنه أنا بعتمد دائما على الزوايا الفلكية اللي بيشكلها الكوكب، وبعطيه نسبة صعوده أو نحوسته، وهي دائما متغيرة. يعني ما بقدر أجي أقول لك إنه والله هو نحس رح يظل نحس، لأنه ممكن يشكل زوايا إيجابية، هاي الزوايا الإيجابية تكون لصالحه أو تعطي طاقة إيجابية، ويكون عكس اللي إحنا بنحكيه كسلبيات، يعني بيمتحنك ولكن بيسهل عليك الأمور. زحل بيمثل هو إجمالاً المسؤوليات والواجبات، الانضباط، القدرة الذاتية، الالتزامات، القيود، الانتقادات، الشكوك. هذا المصطلح المتعارف عليه عن على إيش بركز. كمان هو بيمثل نموذج السلطة اللي بيتعرض كل شخص في حياته لهذا الكوكب، لأنه بيمتحن، بيضعك على المحك، بيعلمك، بيربيك، بيروضك، هيك من صفاته. وعادة عند تقدمنا في السن بيمثل سلطتنا الذاتية، لأنه بنكون خلص نضجنا ومر علينا زحل ربانا، فخلص بصير في عنا قدرة على تحمل المسؤولية أكثر. زحل هو المسؤول عن الإنجازات الدائمة اللي ممكن تحقيقها، خصوصا لما بتعلق الأمر بتخطي العقبات. بيمثل زحل الجانب طموح من شخصيته، وكمان هو بيعرف بشكل جيد نقاط القوة ونقاط الضعف لدى الأشخاص، لأنه حسب وجوده في أي بيت فهو بيكون عارف على إيش بده يضغط، وخصوصا هو داخل على أي بيت. يعني التركيز رح يكون هاي السنة أو خلال فترة مكوثه في الحوت غير عن تأثيره على الأبراج لما كان موجود في برج الدلو. كما أنه بدل على الأمن والحماية، يعني حتى لو كنت حذر في تصرفاتك إلا أنه رح يعلمك بعض الأمور. صحيح بحذرك أنت بتتفادى المخاطر، ولكن
إذا ما كنت حذر وإن فعلت وإن دفعت فأكيد بدك تدفع عقوبة لهذا الأمر. بمعنى آخر، لازم تستوعب بعض الدروس وتجارب الحياة وتتجنبها، تتجنب سيئاتها أو انفعالاتها. لازم هيك تتعلم الأشياء أكثر في حياتك، يعني هو مفيد جدا بالنسبة لنا، خصوصا على مسألة النضوج الفكري. وكمان هو زي بمعنى آخر بعطينا هيك إنه لازم أنت تخضع للقوانين وتحترمها. هسه من مختصرات زحل، زحل بدل على النظام، على التقاليد، على الإدارة، على القوانين الإدارية، على الأمن، على الشرطة، على السلطة، على التحفظ، بدل على التعصب للمذهب أو للعقيدة. عشان هيك رح نلاقي هاي الأمور في خلال فترة السنتين ونص القادمات هي اللي رح تظهر على الساحة بإيجابيتها وبسلبيتها. هاي نقطة. هسا برج الحوت يعتبر هو من البروج المجسدة، والمجسدة اللي بتيجي يعني بطاقات ثابتة وواضحة، بيغلب فيها الفكر على الإرادة والعاطفة، بتتميز بنشاطها الفكري المهم، خفة روحها، قدرتها على التكيف مع الظروف، مرونتها، ميلها لتتبع عدة أهداف في وقت واحد. بتتميز مواليد الأبراج المجسدة اللي الجوزاء والعذراء والقوس والحوت بقدرتها على التكيف، حسن التصرف وسرعة الفهم والتعلم. ولكن من سلبياتها، وخصوصا احنا بنركز على اللي هي الأبراج المجسدة وخصوصا الحوت، التردد والحيرة، تعدد التوجهات، بتنقصهم المثابرة أحيانا، لكنهم مرنين وبيتكيفوا بسرعة مع الأمور. فهاي النقاط السلبية هي اللي راح تظهر الآن برضو بسبب وجود زحل في برج الحوت، يعني راح تكون طاغية وتأثر على الجميع، يعني بزيد ترددنا، بزيد حيرتنا، بصير عنا عدة توجهات، ببطل في تركيز معين. عشان هيك بتكونوا برضو منتبهين لهاي الصفات. بالنسبة لزحل برضو، ويعتبر من الأبراج المائية، السرطان، العقرب، الحوت، هذولا أبراج مائية، وكلها نعتبرها إحنا فيها شوية نحوسة لأنها باردة رطبة، ذات خط بلغمي وخيال خصب، حالمة، سريعة التأثر والانجراح، مرهفة الإحساس. أهمية الحياة النفسية عندهم بتكون مسيطرة. مواليد هاي البروج عاطفيون، بفكروا بعاطفتهم، بيكونوا رومانسيين وحالمين، رقة بمشاعرهم ولطفهم مع الآخرين. وعندما تتواجد أغلب الكواكب في البروج المائية فإنها تدل على شخص حالم لا يكترث أو يبدي اهتمام لأي شيء بدور حوله، فنان شاعري متأمل. فتخيلوا عاد لما زحل يدخل ويأثر على هاي الصفات، معناته احنا مقبلين على سنتين ونص ورح يكون فيها ضغط على هاي الأمور. وبناء على هاي الخصائص المشتركة وغيرها بنستخرج دلالات البروج اللي بتتعلق بالأخلاق والصفات وغيرها من المنسوبة للبروج الأخرى. بالنسبة للسرطان والعقرب والحوت، هذولا يعتبروا أبراج مثلث مائي، فجميع هاي البروج بتتحكم بالماء من ينابيع وأنهار وبحار، يعني المي. وبما أنه زحل رح يدخل على برج الحوت وهو برج مائي، معناته الفترة المقبلين عليها، طبعا بدأ تأثيرها هي في أواخر برج الحوت الدلو، لأنه برج الدلو بدل في أواخره على الماء برضه. الآن هو داخل على برج مائي كامل، فعشان هيك رح نلاقي مشاكل كثيرة
إلها علاقة بالمياه زي شعب المياه أو تقلب المناخ أو أشياء إلها علاقة بالأشياء المفاجئة اللي بتتعلق بالماء. طبعاً انسوني من الأشخاص اللي طبعاً ما بيفهموا هاي الأمور، ما بيفهموا الزوايا الفلكية، وبس بيطلعوا بيسمعوا أخبار أو تحليلات لبعض الخبراء وبنسبوها للفلك بعدين، وبركبوا كواكب على حكي وسدود بدها تتفجر وأنهار بدها مش عارف إيش، وهذا كله إحنا ما بنأخذ فيه. أنا بأخذ بزوايا، يعني الزوايا هي اللي بتعطيني الإشارة للأمر وإن طالت أو قصرت، ولكن بأخذ بإشارات الزوايا المباشرة، مش بأخذ أنا بأنا كيف بدي أركبها على حسب ما حكوا. ما لناش علاقة في هذا الكلام، ولكن إنه إحنا مقبلين على 2.5 سنين، هذولا إلهم علاقة بشح الماء وتقلب المناخ وجفاف وأمور إلها علاقة بالتلوث. هذا الأمر اللي لازم تحتاطوا له وتنتبهوا له بفترة 2.5 سنين القادمة، وحاولوا أنكم تقللوا من مصاريفكم وخصوصا بصرف المياه تحديدا، يعني بدكم تكونوا يتقننوا المصروف. يعني مش ضروري اللي بده يسقي شجرة يسقي الحارة بعدين ما يسقيش الشجرة في النهاية. كما أنه برج الحوت أيضا بيأثر على السجون وأماكن العزلة، دور العجزة، المنفى، الاعتقالات السرية أو المعتقلات السرية والمصحات النفسية والمستشفيات. فرح نجد كثير من الأخبار أو الأحداث اللي راح تتعلق في هاي الأمور اللي ذكرناها في خلال 2.5 سنين. أيضا دخوله على الحوت، يعتبر الحوت البيت 12، فاللي هو نهاية الدورة الفلكية، فهو بدل على المنظمات والعقائد السرية والمخابرات والسجون والمستشفيات والجواسيس وأعداء البلاد المتخفين. هذولا برضو راح يكون لهم تحركات في خلال فترة 2.5 سنين بشكل سلبي على الأمم وعلى الدول. طبعا هو بما أنه في البيت 12 ما في الحوت، معناته هو مقابلة بالعذراء. أيضا راح يركز على أمور لها علاقة بالصحة العامة، راح يركز على الأمور اللي لها علاقة بالطب أو البحث أو الطب البلدي أو البديل أو البحث الطبي بالبلاد. طبعا برضو في سلبيات في هاي الأمور، أو راح تظهر بعض المشاكل اللي علاقة بهاي الأمور. برضو القوات المسلحة والشرطة، طبقة العمال أو العمالة، الموظفين، برضو هاي لها تأثيرات. وبما أنه العذراء والبيت السادس في الخارطة الفلكية، فهو راح يركز برضو على الموظفين وعلى العمال، على البحرية والجيش والشرطة والصحة العامة. طبعا أنا بحكي قاعد بكل شيء يتعلق ببرج الحوت وزحل ودخوله وتأثيره على كافة الأبراج والأهم الأشياء اللي راح يركز عليها خلال الفترة القادمة. طبعا الآن أنا راح أختصرها ببعض الكلمات، طبعا هاي عشان اللي بيجي بيقول لك لا ما هو انت لازم تحكي بشكل علمي، لا لازم انت تتبحر، تفضل هيني تبحرت افهموا عاد. اما بالنسبة لما يخص اهم التأثيرات اللي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار بشكل مختصر، برج الحوت هو كوكب حساس وعاطفي وحالم، وله علاقة بالتأمل والدين، وأيضا بشير لفساد الأخلاق. عشان هيك راح تكون هاي فترة اللي هي فترة 2.5 سنين بتحمل الكثير من المصاعب على مستوى الأمور اللي ذكرتها وهذه الصفات، وبتتطلب المسؤولية والمزيد من التحديات عشان نتجاوزها ونتحكم فيها. يعني ما لازم نكون حساسين زيادة، لأن حساسيتنا راح تكون بأوجها، نتحسس بأي مسألة. كثير من المشاكل العاطفية راح تمر، كثير من الأشخاص اللي راح يدخلوا في
المضاربات العقائدية زي الإلحاد أو زي البحث عن دين جديد أو مهاجمة المتدينين أو من هاي الأمور، وأيضا بتزيد فساد الأخلاق في السنتين ونص والتجهيل، وخصوصا أنه له علاقة الحوت بالسوشيال ميديا أو له علاقة بالإعلام والتطور. فكثير من الأشياء الإباحية أو اللي مثل ما شفنا في آخر سنة السنة الماضية أنه ظهرت شغلة المثلية، فالآن إيش اللي بعد؟ فهذا الأمر لوين إحنا رايحين ولا وين بده يوصل وقديش حجم الأمور اللي راح تتطور؟ عافانا الله وإياكم. طبعا راح يصير عدد من التغييرات الإيجابية والسلبية للبشر في خلال السنتين ونص. من ناحية أخرى بيرتبط برج الحوت بالإبداع والحدس والروحانية، فهذا الشيء ممكن يؤدي إلى إحساس أكبر بالانفتاح والتواصل مع الإله للأشخاص اللي حابين يدخلوا بطاقات روحانية. طبعا مش الطاقة والمش عارف إيش والمديتيشن والتأمل والكلام الخزعبلات والحكي الفاضي، لا، اللي هي بالصلاة والعبادة يعني بمعنى آخر، والدعاء والتقرب والمناجاة التسابيح، الأشياء هاي اللي احنا بنقصدها في الأمر. أما الأمر الآخر فكثير من المتابعين بيعرفوا أني أنا هجمت كل الخزعبلات هاي في السنوات الماضية وذكرتها، فإن شاء الله في حلقة جديدة رح نحكي عنها في أمر الطاقة بالذات، لأنه الأمر صار يعني أوفر كثير وبجر الناس للشرك بالله بشكل مبطن. ورح إن شاء الله بالحلقة هاي أشرح لكم كثير من الأمور وكيف الواحد بشرك بالله وما معه خبر. بيرتبط كوكب زحل بالانضباط والبنية والمسؤولية، بيخلق وجوه كثيرة، شعور بالقيود الزيادة عن اللزوم اللي رح تكون، الناس بحاجة انهم يكونوا اكثر انضباط بالفترة القادمة وعندهم تنظيم في حياتهم من اجل تحقيق اهدافهم. ممكن يشعروا ايضا باحساس اكبر بالمسؤولية تجاه مسارهم الروحي. برضو ممكن يؤدي وجود زحل في برج الحوت ايضا الى زيادة الوعي بعواقب افعالنا، بإضافة إلى فهم أكبر لأهم فعل، وهو طبعا أو أهم الأفعال. من المرجح أنه يؤدي انتقال زحل لبرج الحوت إلى إحداث تغييرات إيجابية زي ما ذكرنا، أنه يعطي قدرة على النمو أو على العبادة أو على تحمل المسؤولية، طبعا إذا كان عندك صبر لهذه الأمور. ولكن راح يتطلب أيضا من الناس أن يكونوا أكثر وعيا ومسؤولية في حياتهم. ممكن يجدوا الناس صعوبة أكبر في تحقيق أهدافهم دون مستوى أكبر من الانضباط في حياتهم. ممكن يشعروا بالإرهاق بسبب الوعي المتزايد بعواقب أفعالهم. بإضافة إلى ذلك يمكن أن يؤدي انتقال زحل إلى برج الحوت للشعور بالوحدة في بعض الأوقات، الانفصال عن الآخرين، زيادة الشعور بعدم الأمان، وبرضو بتزيد حالات الشك بالفترة القادمة. طبعا هذا الكلام كله اللي احنا ذكرناه كل ما يتعلق بكوكب زحل وتأثيراته بوجوده ببرج الحوت، يعني نعتبرها معلومات علمية ممكن تأخذ فيها ممكن ما تأخذ فيها، ولكن الآن رح نذكر تأثيرات بشكل كامل على جميع الأبراج، كل برج إيش اللي بده ينتبه وإيش اللي بده يستفيد منه طبعا من وجود زحل في برج الحوت. برج الحمل. بالنسبة لمواليد برج الحمل، طبعا هنا التركيز كله راح يكون انه الحمل، برج الحوت للحمل يعتبر بيت متاعبهم، فهنا بدهم يحذروا من اي تآمرات عليهم من وراء الكواليس، وخصوصا اثناء العمل،
أو الاتفاق على عمل، يعني بدهم يركزوا على أعمالهم، ما يقدموا أعمالهم ناقصة، خصوصا الأشخاص اللي بيشتغلوا بالشركات الكبيرة أو المؤسسات الدولية. حاولوا قدر الإمكان إنه يركزوا، ما يعملوا مشاكل، ما يهملوا، ما يقدموا أعمال ناقصة، ما يدخلوا بمشاحنات، برضو ما يأمنوا للأشخاص اللي بيتعاملوا معهم. بدهم يتفقدوا كل الأوراق والمعاملات اللازمة، بدهم ينتبهوا من الاكتئاب في خلال فترة السنتين ونص القادمات اللي ممكن يسيطر عليهم من وقت لآخر بسبب الضغوطات اللي هم ما رح يجدوا تفسير لها، لأنه التفسير رح يكون غيبي أو في بيت متاعبهم اللي هو من زحل. هذا الشيء اللي رح يأثر عليهم بخلال الفترة القادمة. أهم شيء اللي بده يعمل اتفاق عمل أو شراكة، بده يتفقد الأوراق كاملة. كثير من مواليد برج الحمل ممكن ينهوا علاقات مع أصدقاء، عشان هيك قلنا رح يشعروا بالوحدة في كثير من الأوقات. برج الثور. بالنسبة لمواليد برج الثور، طبعا بدهم يمتنعوا عن مواجهة أو فرض السيطرة على الأصدقاء، هذا أول تحذير. طبعا رح يكون في رغبة كبيرة لمواليد برج الثور بالعلاقات والأصدقاء والتضحية لأصدقائهم أو مد يد العون لهم، بيميلوا للمساعدة للتقرب من أصدقائهم. طبعا ممكن انه كثير من مواليد برج الثور يميلوا لمصاحبة من هم اكبر منهم سنا، وكثير من البنات من مواليد برج الثور او الذكور يرتبطوا حتى باشخاص اكبر منهم سنا. طبعا هذا السبب لنظرتهم انه بشوفوهم خبرة اكثر، عقلانيين اكثر، عندهم تجارب الحياة أكثر. هذه النقاط اللي راح تلفت انتباه مواليد برج الثور بالفترة القادمة، فعشان هيك بدهم أهم شيء إنه برضو ما يفرضوا سلطته السيطرة والسلطة على الأصدقاء، لأنهم ممكن يخسروا أصدقائهم أو تنتهي علاقة لصداقة دامت سنوات طويلة بسبب تصرف بشكل مفاجئ. برج الجوزاء. بالنسبة لمواليد برج الجوزاء، طبعا بدهم يتجنبوا الدخول في مواجهاتهم أو مواجهات أو من الدخول في مواجهة المسؤولين، وخصوصا في مجال العمل. بدهم يحافظوا على سمعتهم بشكل كبير، ما في داعي للمغامرات والمجازفات، لأنه أي شيء مخالف للقوانين أو للعادات والتقاليد ممكن يوجه لك فضيحة مثلا أو يكشفك، فعشان هيك بدك تكون حذر جدا أنك ما تشوه سمعتك بتصرفات طبعا مش غلطة وكلمة وهاي، لا، هي احنا بنحكي عن الأشياء اللي بصير من خلالها فضائح، فعشان هيك بدك تنتبه من أي مغامرة ممكن تسبب لك وجع راس. يعني لازم التركيز أهم شيء على العمل، لأنه رح يشعر بكثير من المسؤولية في الفترة القادمة. اللي بده يبدأ بمشروع جديد لازم يدرس وضعه بشكل جيد، ما بينفع المغامرة لا على مستوى العمل ولا على المستوى الاجتماعي. برج السرطان. بالنسبة لمواليد برج السرطان، طبعا هو يعتبر البيت التاسع لهم، فبدهم يحذروا في أمور لها علاقة بالسفر البعيد. يعني بدهم يتفقدوا أوراقهم، أمتعتهم، موعد الطيارة، لأنه سهل جدا إنه تروح عليه الطيارة أو يلتغي حجزه، فبدهم يتفقدوا هاي الأمور. بدهم يتجنبوا القضايا القضائية، مش يتجنبوها يعني ما يرفعوا قضايا قضائية، ولكن ممكن إنها ما تكون لصالحكم في كثير من الأوقات، أو تم التعطيل أو المماطلة أو التأجيل في بعض القضايا القضائية. أيضاً الأشخاص اللي بيشتغلوا في مجال التجارة، في مجال الاستيراد والتصدير، بدهم ينتبهوا
للأوراق والمعاملات ومكاتب الشحن وأوقات الشحن وصلاحية البضاعة. هاي الأشياء اللي ممكن يصير مشاكل عليها. ممكن مواليد برج السرطان يواجهوا صعوبة في طلبات الهجرة أو السفر، يعني يصير في تأخير أو طلب أوراق مش لازمة أو حتى تأجيل أو عدم الرد، يعني من هذا النوع. وأيضا الطلاب اللي بالدراسة الجامعية، هدول ممكن شوي يكون بدهم تركيز أكثر بالدراسة والبحث. طلاب الجامعات منهم أشخاص ممكن يغيروا تخصصاتهم عند الامتحانات، ما تعتمدوا على الحظوظ. وأيضا وأهم نقطة بالعلاقات العاطفية أو العلاقات الشخصية، اللي هي العلاقات مع أشخاص خارج البلاد أو مع الأجانب، فممكن يدخل بعض المشاكل أو تنتهي علاقات مع أشخاص أجانب أو يجيك وجع راس من خلالهم. فعشان هيك أي علاقة عاطفية تحديدا حاول إنك تدرسها بشكل جيد. برج الأسد. بالنسبة لمواليد برج الأسد، طبعا هذا البيت الثامن لمواليد برج الأسد اللي هو بيت الأموال المشتركة، وبدهم يحذروا من أي شراكة مالية جديدة. ممكن يجدوا صعوبة في الحصول على أموال بتعود من تركة أو ميراث أو تأمين، ومنهم أشخاص ممكن يواجهوا متاعب مع شركاء في شراكة مالية قائمة. ممكن يدينوا أشخاص فلوس ما يقدروا يحصلوها بقلة الدعم المالي عليهم. أي شخص طبعا من مواليد برج الأسد بده يدخل بشراكة مالية بده يتفحص كل التفاصيل ويستشير أصحاب الاختصاص والأشخاص أصحاب، يعني يستفسر عن الأشخاص اللي بده يشاركهم عشان يدخل بمغامرة مالية، والمغامرة أو مغامرة العمل هاي تيجي على راسه في النهاية تفشل وهو اللي يتحمل المسؤوليات. فعشان هيك ما في داعي للمغامرات، وخصوصا على أمور الشراكة حاول أنك تستشير قبل ما تقدم على أي شيء. الأشخاص اللي بدهم ياخذوا قروض، مثلا ضاقت عليك الدنيا وبدك تأخذ قرض من البنك مثلا أو قرض من شخص، بدك تتأكد أنه عندك قدرة على السداد أو لا، وتراجع نفسك مدخولك المردود اللي رح يجيك من وراء هذا المال، هل هو لصالحك أو لا. فعشان هيك يعني كل شيء بدك تدرسه على المستوى المالي بشكل جيد. برج العذراء. بالنسبة لمواليد برج العذراء، طبعا هو مقابلهم تماما، فبركز على الشراكة العاطفية والمالية وخصوصا في العمل. هنا يعني بدكم تركزوا خصوصا الأشخاص اللي علاقاتهم الزوجية أو العاطفية ضعيفة أو فاشلة، وكان في كثير من المشاكل أو التضارب في هاي العلاقة، فراح تزداد المشاكل أكثر فأكثر في خلال السنتين ونص القادمات إذا ما التزمتوا الهدوء أو ما كنتوا عقلانيين وما تسرعتوا. ممكن يصير نهاية للعلاقة كانت عاطفية أو زواج، يعني تنتهي بشكل مفاجئ أو ممكن تنتهي حتى وبدون رجعة. أما بما يخص العمل فبدهم يتحملوا المزيد من المسؤولية، عدم التسرع في اتخاذ القرارات عشان ما يعني يستمر العمل أكثر أو الشراكة في العمل أكثر. فبدكم تكونوا يعني ما تتسرعوا في اتخاذ قراراتكم. كثير من مواليد برج العذراء بدأوا بالفعل بالأشهر الماضية إنهم يحسوا بضغط على العمل أو مشاكل لها علاقة بالعمل أو مواجهات أو منافسين. هاي طبعا لها علاقة ببداية دخول زحل على الحوت، فعشان هيك بدكم تنتبهوا لهاي الأمور بشكل جيد وتضبطوا أعصابكم برضو بشكل جيد.
برج الميزان. بالنسبة لمواليد برج الميزان، طبعا هو هنا بيركز على العمل، على الصحة، على العلاقة مع الزملاء، زملاء العمل. طبعا أهم إشي اللي بيهمل في عمله راح يدخل بمواجهة مع المسؤولين، وهذا الشيء ممكن يكون سبب إنه ينهي عمله بسبب إهماله أو تسرعه. 2، كثير من الأشخاص راح يظهر لهم منافسين في مجال العمل في الساحة، أو أعمالهم تشهد بعض التراجع أو البطء في التقدم، فعشان هيك بدهم يكونوا مستعدين لهاي الأمور ويعرفوا كيف يتعاملوا مع هاي الأحداث. أهم شيء المستوى الصحي أيضا، اللي بيشعر بشيء غير اعتيادي لازم يراجع الطبيب أو يعمل الفحوصات الطبية وما يهمل العلاج، لأنه زي ما حكينا زحل بيأثر على العمل وعلى الصحة وعلى علاقتك بالزملاء، فكثير من المشاكل راح تصير ما بين مواليد برج الميزان وزملائهم في العمل، فبدهم يكونوا حذرين من هاي النقاط. برج العقرب. بالنسبة لمواليد برج العقرب، طبعا بدهم يضبطوا أعصابهم أثناء التعامل مع أحبائهم اللي بيشتغلوا في المجال الصحافي أو الفن أو التمثيل، راح يجدوا أنه كثير من الضغط أصبح عليهم، طاقتهم أو الحافز اللي بيخليهم يقدموا راح يتراجع، راح يجدوا عكس ما بيحبوا، فعشان هيك بدهم يشحنوا حالهم بطاقة إيجابية من وقت لآخر، ما يخلي الإحباط والوسواس إنه يسيطر عليهم. أهم شيء على المستوى العاطفي، كثير من مواليد برج العقرب راح يدخلوا بعلاقات عاطفية من طرف واحد، يعني بس من طرفهم هم، راح ينخدعوا من الطرف الثاني أو راح يتوهموا إنه الطرف الثاني بدلهم الحب، وبيطلع في النتيجة إنه هم اللي بيحبوا الطرف الثاني، عايش في العسل زي ما بيحكوها، ما لوش علاقة في الموضوع. فهذا الأمر راح يأثر عليك وفترة سنوات طويلة تأثيره راح يستمر معك، فعشان هيك بدكم تكونوا حذرين جدا على المستوى العاطفي، تتأكدوا من علاقة الطرف الثالث أو مشاعر الطرف الآخر بشكل جيد، تحطوهم على الامتحان، لازم يقدموا بخطوات ثابتة وواضحة، ما في شيء اسمه موعدك ووعدتك وبتثقش فيه ومش عارف ايش، هذا كله ارموه ورا ظهركم بالفترة القادمة، لازم يكون الاشي واضح وجلي عشان انت تطلع من الأزمات، واللي ما بيكون واضح ما بلزمك، لأنه هاي سنوات راح تمر من عمرك وتأثر عليك بشكل كبير. أيضا المواليد برج العقرب اللي عندهم أبناء، فبدهم ينتبهوا بطريقة التعامل مع أبنائهم في فترة السنتين ونص القادمات، لأنه هذا الشيء ممكن يحدث فجوة أو مشاكل بينك وبينهم تسبب لانقطاع العلاقة أو صدمة ما بينك وبين الأبناء، اللي راح يكون صعب انكم تتفقوا مع بعض او تحلوا بعض الامور. الاشخاص اللي بيجدوا صعوبه في الحمل او مشاكل صحيه لها علاقه بالمبيض والرحم، هذول يعني اول شيء هي فتره السنتين ونص هاي راح يعانوا مواليد برج العقرب يعني من امور لها علاقه بالحمل او تاخير الحمل بالفتره هاي، فعشان هيك لازم تضلك انت على الفحص الدوري. اما بالنسبه للمبيض والرحم، فكثير من مواليد برج العقرب راح يعانوا من الام بتتعلق بالمبيض والرحم بالفتره القادمه. برج القوس. بالنسبة لمواليد برج القوس، طبعا بدهم يتجنبوا مواجهتهم مع أفراد العائلة. معظم مشاكل مواليد برج قوس إلها علاقة بالعائلة وإلها علاقة بالعقارات أو بالبيوت أو بالسكن. ممكن
تحدث بعض المشاكل بينكم وبين أحد أفراد العائلة، أو مشاكل عائلية، أو حدث عائلي، ممكن تترك البيت اللي أنت بتعيش فيه. بعض مواليد برج القاوس ممكن يدخلوا بخلاف بشأن عقار كشراء عقار وهمي أو غير صالح، أو ينتصب عليك، يعني يوهمك أنه هو صاحب العقار والعقار مش إله، فيبيعك هوا وتطلع آخر شيء ينتصب عليك. عشان هيك اللي بده يشتري عقار بالفترة القادمة بده يتفقد كل ما يلزم بخصوص العقارات من أوراق، من صلاحية البيت نفسه، هل بيسوى ما بيسوى. وأيضا حاولوا تكونوا مرنين بالتعامل مع أفراد العائلة، وابعدوا عن المشاكل قدر الإمكان. برج الجدي. بالنسبة لمواليد برج الجدي بدهم يحذروا في الأمور اللي لها علاقة بالسفر داخل المدن، والأمور اللي لها علاقة بالمواصلات والاتصالات، وأيضا الطلاب اللي على مقاعد الدراسة المدرسية اللي هي الابتدائي والثانوي، والمواجهة ما بينك وبين الإخوة والجيران. اللي بيعمل في مجال التجارة ممكن يجد أنه المردود أصبح قليل ويواجه الكثير من المصاعب، فعشان هيك بده يكون جاهز لهاي الأمور ويعرف كيف يتصرف عشان ما تصير هاي الديون. اللي بيشتغلوا بمجال العمل بالاتصالات والمواصلات، اللي هم الأشخاص اللي بيشتغلوا بالهواتف أو بالسيارات أو تجارة السيارات، برضو هدول هم الأشخاص اللي بدهم يكونوا حذرين. اللي بيرغب في شراء سيارة بده يتفقدها بشكل كامل، من ناحية صلاحيتها، من ناحية أوراقها، ملكيتها. الحذر أثناء التنقل في السيارة طبعا خوفا من الحوادث والمخالفات. أيضا على طلاب المدارس الابتدائي والثانوي التركيز بشكل يعني كبير جدا في الدراسة، لأنه الفترة هاي بصير عندهم تشتت فكري، ما بقل شغفهم بالدراسة، ممكن تجيهم مفاجآت أو يعتمدوا على الحظوظ وتيجي بعكس توقعاتهم، فبدهم يكونوا حذرين من الأمور اللي ذكرناها. برج الدلو. بالنسبة لمواليد برج الدلو، طبعا هو يعني طلع من عندكم سنتين ونص، رباكم مظبوط، دخلكم في امتحانات صعبة، امتحنكم في كثير من الأمور، طبعا على حسب طالعكم إيش أجاكم الامتحان. كثير من الأشخاص في برج الدلو دخلوا بضائقات مالية ونفسية وعاطفية وإلى ما لا نهاية. الآن هو انتقل من عندكم، ولكنه رح ينتقل لبيت المال، فالآن تركيزه رح يكون على المال فقط لا غير، هو تركيزه رح يكون ماليا. بتتصاعد النفقات، أغلب المشاكل للدلو بتكون بسبب الوضع المالي أو شح المال أو صعوبة في الحصول عليه، وحتى لو حصل على المال بيصير بده يصرف المال، يعني بصير عنده رغبة للكماليات وللأمور اللي هو مش بحاجتها. عشان هيك ما بيجوز المغامرة، خصوصا بالأمور المالية، المصاريف، يعني ابعد عن الكماليات، حاول انك تدخر حتى لو الأجواء ممتازة، حتى لو أجاك فلوس كثير لا تطمن وتركن انه والله زحل ما أثر علي، لأنه تيجي بلحظة انت مش متوقعها. فادخر مالك، خذ بنصيحتي، وللأيام اللي بتيجي ضاغطة بتلاقي الأمر سهل. اللي بيشتغلوا في مجال المضاربات المالية، البورصة والأسهم والعملات والأمور هاي، لا تشتغل بإشي مش مدروس، لا تشتغل بإشي بس مجرد مغامرة أو والله حدسي حكالي أو والله أنا حاسس، لا لا، هذا كله رح يكون عكس توقعاتك وما رح يكون لصالحك. لازم يكون على شيء ثابت ومدروس، وتكون
تكون متأكد تماماً أنه نسبة الخسارة في هذا الموضوع يعني ضعيفة جداً، ما في داعي للمغامرات المالية. برج الحوت. بالنسبة لمواليد برج الحوت، طبعاً بدهم يضبطوا أعصابهم أثناء التعامل مع الغير. طبعاً هو الآن لأنه عندكم، فأنتوا أكثر الأشخاص اللي بتتأثروا من زحل، فعشان هيك بقول لكم ضبط الأعصاب هو بالدور الأول، لأنه بالفترة القادمة عندكم استعداد لتصرفات متسرعة أكثر. اللي راح يشعروا بصعوبات زحل هم اللي أقل من 28 الكبار، يعني هو الكل مولد برج الحوت راح يشعروا، ولكن اللي أقل من 28 هذولا هم أقل دراية، أقل خبرة، أقل إدارة للمشاكل الحياة، وزحل ما زارهم، فهي أول زيارة لهم، فهذولا أكثر ناس بدهم ينتبهوا لأنه راح يمتحنهم بشكل كبير. أما كبار السن بدهم يتحملوا المسؤولية أكثر، بدهم يسيطروا على انفعالاتهم، قراراتهم. راح يمروا بفترة فيها كثير من الامتحانات على جميع الأصعدة، راح يشعروا وكأن الحظ تخلى عنهم، عشان هيك يجب أن يتحملوا المسؤولية، أن يكونوا عقلانيين في تصرفاتهم، عليهم بالاجتهاد والتركيز أكثر، يحاولوا قدر الإمكان ما يخلوا الاكتئاب إنه يسيطر عليهم، وبرضو يحاولوا قدر الإمكان لو هم هيك من جوا حابب أنه يعيش بوحدة بخلوة، يعتزل الناس لأنه أريح لراسه، لا يطلع ويشوف الناس، لأنه زحل بده يوصلك لهالمرحلة هاي. فلا تطاوعه، لا تمشي على حسب هو ما بعطيك من إشارات، بالعكس أنت حاول أنك تعاند زحل، بس مش بالمشاكل والعصبية والتهور واواوا، لا، انه انا اكون عقلاني في ادارة الامور اكثر عشان ما تكون النتائج معاكسة لي، وما تكون العواقب وخيمة، فبدأ استخدم العقل اكثر ما استخدم عواطفي، وانتبه من الشك اهم شيء. هيك انا بعرف انها حلقة طويلة، بعرف اني رغيت كثير، ولكن هاي حلقة مهمة لانه هاي تأثيرات لسنتين ونص، مش ليوم ولا شهر، فلازم اعطي كل المعلومات. طبعا البداية كانت على اساس انه الاشخاص اللي بدهم يتعلموا او ببحثوا عن معلومات علمية عشان يعرف كيف احنا بنطلع بالدلالات. الاشخاص اللي بدهم يسألوا طب هذا بنطبق على البرج وعلى الطالع، خذ برجك وخذ طالعك، يعني احذر من الجهتين، ولما تشوف الايام ماشية بتعرف انت تركز على مين اكثر، لانه بكون واحد منهم هو اللي غالب عليك، فهو اللي بيأثر بشكل اكبر. يعني المهم ان شاء الله اني اكون وفقت، ان شاء الله ما يصيبكم اي شيء من تأثيرات زحل، وتكون الأمور إيجابية والأجواء سعيدة، وتتجوزوا وتخلفوا ويجيكوا أموال، وتطلعوا رحل وتهاجروا وتسافروا وتشتروا بيوت وسيارات، وما يصير أي مشاكل ولا أي شيء، والحياة لوز 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 على الجميع إن شاء الله. هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لانتقال الكوكب زحل، وفي النهاية نقول والله أعلم، يا رضا الله ورضا الوالدين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أترككم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.